في موضوع آخر، لا تزال الانهيارات المتكررة بحي القصبة بالعاصمة، لا سيما مع الهطول الكثيف للأمطار، وهو ما وقفت عليه كاميرا تلفزيون النهار اليوم، حيث انهارت بناية مكونة من 3 طوابق وتأوي 4 عائلات تم إجلاؤهم من طرف رجال الحماية المدنية بعد انهيار البناية ليلة أمس، فيما تزال عدد من البنايات تنتظر تدخل السلطات المحلية من أجل تسوية وضعية قاطنها والقيام بالإجراءات الخاصة بالمراقبة التقنية. جمال دينبوشة عاد بالتالي. البارح الوحدة غربح مع ديك الشتاء بدات ما نحكي لكش، حتى جات الحماية المدنية، خرجنا الجيران، جات الحماية المدنية، خرجت جاري مع لوغ بيبي، كارثة يعني. يعطيهم الصحة الحماية المدنية والشرطة، واليوم الصباح استقبلنا رئيس البلدية كتر خيره، دوك راهم النص تاع الجيران راهم عند ولاية الدائرة، إن شاء الله ربي يديروا لنا حل برك. مابقاش ما كاش باش نخرجوا، خرجنا كيما نقولوا قسم اللبس وبرك، حوايج تاع اللبس هذا ما كان، ما لقاش الكبير كاع ما كاش كاش تخرجوا. كلش هم حاصر، طاحوا عليه الأحجار، ما كاش كيفه. نتيا كيما نقولوا سلكنا احنا، ما كاش كيما نقولوا خسائر بشرية. طلبوا السلطات إن شاء الله تجي تشوفينا برك على ما كان. احنا رانا هنا طروا فامي خويا العزيز، الدويرة راهي تريب لنا بشوية بشوية، السمانة اللي فاتت ربنا الحيط هذا قاعيتك. حبطنا المسؤولين، قالوا لنا ما نديروا لكم. هاي البارح تاني طاحت الدويرة هنا في حومتنا.